وأفتى بأن طبعا ذكرنا العملة الورقية بأنها لا علاقة لها بالزكاة، ذكر ذلك في كتاب بغية الطالب صفحة 160 و169 أو الطبعة الجديدة من الكتاب صفحة 207. وحتى لو دفع أتباعه الزكاة فإنهم لا يلبثون أن يستعيدوها بأن يعطوها لرجل كهدية، ثم يطلب من الرجل أن يهديهم تلك الهدية مرة أخرى. وأفتى بجواز الاحتيال على الله، فالسبيرتو عنده حرام، لكن من أراد أن يستعمل هذه السبيرتو فيذهب إلى البائع ويقول أعطني هذه القنينة، ليس السبيرتو الذي في داخلها، فأنا أعطيك المبلغ فقط من أجل القنينة ليس من أجل السبيرتو، لكنه يأخذ السبيرتو مع القنينة. الأمر يعني من باب قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. بغية الطالب صفحة 257 أو الطبعة الجديدة من الكتاب صفحة 330. فحرمة الاحتيال على الله أعظم من القول بأن الأرض مسطحة، وأعظم من حرمة استعمال السبيرتو، وهو مذهب أصحاب السبت لا الشافعي، يا من تزعمون أنكم على مذهب الشافعي. وأفتى